الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ضجنان بعد ما قاتل العدو وبعد ما انتصر على العدو وقف يصلي صلاة الليل، والصديق الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا هي الأخرى، طبعا ذاك اليوم بعده ما متزوجين، كان عمر سيدة طاهرة روحي لها الفداء 7 سنوات، طفلة 7 سنوات، علموا بناتكم، صلت صلاة الليل. جبرائيل في المدينة نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد خذ ماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض. هذا لسان حال علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام كان يتمعن في نظام السماوات، جبرائيل عن لسان أمير المؤمنين ينزل القرآن من قبل الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. كل يا أمير المؤمنين اقرأ هذه الآيات، ينظر إلى النجوم، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أنا كلمتي هاي الأبرار، شوف الأبرار وين جاية. في سورة الإنسان يقول إن الأبرار، هنا يقول وتوفنا مع الأبرار، الأبرار هم آل بيت رسول الله عليهم السلام. فاستجاب الله لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في التفسير الذكر هو علي والأنثى هي السيدة الطاهرة.